في عالم أصبحت فيه المعارك متعددة الأطراف هي المعيار الجديد، وحيث يتوجب عليك الاستعداد لتنفيذ العمليات في عدة ميادين في آن واحد، فإن الأنظمة الذاتية ستسود المستقبل. نحن أداسي نبتكر أحدث الأنظمة الذاتية الحربية، ونطور تكنولوجيا الدفاع المتقدمة بشكل سريع، ونقود جيلاً جديداً من القدرات المعززة، بدءاً من الأنظمة المسيرة المتطورة الحالية، وصولاً إلى الطائرات المسيرة المستقبلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. نركز جهودنا لمنحكم الأفضلية في الوقت والمكان المناسبين، ونمكنكم من تحقيق أهداف مهامكم جواً وبراً وبحراً. فأنظمتنا المسيرة الرائدة تم ابتداعها وتصميمها وتخصيصها لمنحكم الأفضلية القصوى في بيئات متزايدة التعقيد. يقودنا الابتكار وتحفزنا الإمكانات لإعدادكم في مواجهة التحديات الأمنية المستقبلية كي تبقوا في الصدارة. من خلال دمج عمل الأنظمة المأهولة والمسيرة معا في ميادين القتال المستقبلية، نقوم اليوم بالتوريد والتشغيل والصيانة، كما نقوم بالتعديل وإعادة التجهيز، ونقدم الاستشارات ونضع الاستراتيجيات، ثم نقوم بالتطوير والاختبار والتشغيل والتدريب والدعم في المختبر وفي غرفة السيطرة والتحكم وعلى جميع الجبهات لرفع القدرات الحالية وبناء المهارات الضرورية للمستقبل. نحن معكم ونمكنكم من رفع جاهزيتكم والاستجابة بسرعة ومرونة مهما كانت متطلبات المستقبل. أداسي في طليعة الأنظمة الذاتية. أدج نحو مستقبل آمن.